إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يا جماعة الخير أصحابنا، اليوم أنا وصلت للنقطة وكان يتغمغم، وقفت عندهم قلت لهم أين ابن عمي ووريتهم الصور حقه. قالوا لي هو كفز من فوق سيارة وهي مسرعة ومات، وإحنا سحبناه بالطقم إلى المستشفى حق بيبي دي في البريقة. قلت لهم انا اشتير اتحرك الان، جالي مساعد النقطه اسمه عباد الصبيحي، رافقني بالطقم حقه والافراد الى قال نزل للواء التاسع لا عند قايد اللواء. ما يهمك ما لك الا ما يطيب نفسك. قلت له يعني قتلته؟ قال لي لا هو اتدرب من فوق الطقم من فوق السياره، ما قال لي من الطقم. بعدها يا اصحابنا وصلت لا جنب اللواء التاسع نقزني قلبي، قلت له ولا بيني انا وياكم اي كلام الا لما اشوف ولد عمي اشوف بايش قتل. قالوا لي ادخل اللواء، قايد اللواء منتظر انك، احنا مجهزين لك مرتبين لك بثلاثة طقم. هناك كان في الباب وعطفت من الباب، قلت لهم انا ولا داخل لا عندكم الا لما اشوف ولد عمي. تحركت المستشفى، قالوا لي قد نقلنا للمستشفى الجمهوري. قالوا لي في مستشفى بيبي هذه عذبوه، قالوا لي هكذا هذه عذبوه. بعدها تحركت من المستشفى حق بيبي هذا، قال لي قد بزلنا، قال له المستشفى الجمهوري خذ مكسر. قلت له المستشفى شفت جثه عبد الملك وعليها اثار تعذيب في فمه الدم، وفيه قالوا لي طلقات في ظهره وفي رجله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.